رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. احنا قدمنا الفراخ بالشوفان وقدمنا المكرونة، وتعالوا نعمل وصفة لطيفة جدا، بانكيك بالموز. حلو قوي، الموز كتير وموجود والحمد لله الفترة دي دنيا جميلة. تعالوا كده نعمل وندخل فيه جنين القمح وندخل فيه دقيق الشوفان، واستمتعوا بقى بالصدور الشوفان دي وكلوها كده بالشوكة والسكينة، جميلة وخفيفة. ولمحبي الشوفان الناس اللي بتحبه هتستمتع جدا بالوصفة الخفيفة والبسيطة دي. طيب تعالوا نقول مقاديرنا. أنا عندي بانكيك هعمله بالشوفان، عندي كوباية شوفان اللي هو الحبة الكاملة، 2 موزة مستوية يعني اللي استوى عند حضراتكم، عندنا 2 بيضة، عندنا معلقة صغيرة بيكنج باودر، رشة قرفة ودي اختياري، رشة ملح. هستخدم فيه النهاردة مش السكر الأبيض، هستخدم السكر الدايت لكتير من الناس النوع اللي عند حضراتكم. النهاردة هستخدم سيسل، انتوا استخدموا النوع اللي بيريحكم. عندي زيت للدهن كده في الطاسة اللي أنا هبدأ أعمل فيها. للتزيين عايزين بقى تضيفوا معلقة عسل أبيض، عايزين تحطوا قطعة من الموز، من التوت، من الفراولة. هي عموما الفراولة والتوت من الحاجات الصحية جدا، الناس بالسكر فيها قليلة جدا، ويعني إيه يعني ما بتعليش نسبة السكر في الدم الحقيقة، فهي جميلة من الفواكه الحلوة حقيقي يعني. الموز طبعا في نسبة بوتاسيوم عالية لكن في نسبة سكر برضو، يعني احنا لو كنا عندنا هبوط وكلنا موزة هنسقف بعد الموزة اكيد، لكن للأسف احنا ما بناكلش موزة واحدة، بناكل اكتر من موزة، عشان كده لازم نقنن. تعالوا بقى نقول ايه، بسم الله. هناخد كده اول حاجة البيض، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي البيض، و هنحط كده أول بيضة، نطمن إن البيض كله تمام عشان ما أحطش كله فوق بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم، آدي البيض، وطبعا هحط رشة من القرفة لأن عايزة أكسر اللي هو ريحة البيض، وفي نفس الوقت أهو رشة بسيطة. وبعد البيض هنحط الموز، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ادي الموز كده كده اهو، موزه كمان، موزه كمان عشان ما نزعلش حد. اهو الموز المستوي. خلوا بالكم، عايزه اقول لحضراتكم ان الفاكهه المستويه دي يعني الفاكهه، انا مثلا بشتري موز بجيبه اخضر شويه، بحبه يعني ايه يبقى اخضر، تبقى نسبه السكر فيه هاديه شويه. كل ما الفاكهه تقرب للسوى وتبقى مستويه كل ما السكر فيها بيزيد اكتر، دي معلومه برضو. طيب هناخد كده شويه من جنين القمح، هاخد معلقتين جنين القمح، ده مهم ولو موجود. هحط بقى سكر، بس هحط الاول معلقتين من جنين القمح. انا بقى عايزه اعمل حاجه صحيه، وتعالوا بقى ناخد سكر سيسل. انا مش عايزه ادعم الا بواحد بس، كيس واحد اللي هو بيحلي معلقتين، وده علشان انا هستخدم صوص من بره، سواء بقى الميربل سيرب او اللي هو الصوص العادي، او ان انتوا تحطوا معلقه عسل واحده زي ما يراجع حضراتكم. دي معلقه كفايه، انا مش عايزه كده، كفايه السكر اللي في الموز. بس انا بقول برضو ندعم للناس اللي هي عايزه تقنن من نسبه السكر الابيض ومش قادره، فبنحاول نساعد. وطبعا انواع السكر زي ما اتفقنا كتيره، انواع السكر الدايت كتير، اهم حاجه نوع تكون بتستصيغه وطعمه، وطعمه ما بيتغيرش في لما بيتسخن وانتم مرتاحين فيه. هناخد من دقيق الشوفان كده، دي تقريبا هتعمل كوبايه. هو وهناخد كده، لا احنا هناخد كده رشه من البيكنج باودر، وانا هدعم معلش بشويه من الميه، مش هحط لبن خالص. وتعالوا نضرب بقى الخليط الحلو ده، بسم الله. اجرب بس بالسباتشولا كده، اه حبيت نعمل كده. رشة القرفة دي غنتنا عن الفانيليا، اللي مش عايز يحط قرفة يحط فانيليا مفيش مشكلة خالص.
من هنا. ممكن نحط بقى هنا شوية شوفان حب بس. وهندهن بقى زيت، انا مش هحط زيت هنا جوه ولا حاجة. خلي بقى فيها شوية قشور كده خفيفة. تعالوا بقى نحط بقى الطاسة كده. بسم الله كده ونيه سخنها. مش عايز سخن قوي عشان تبقاش حر قوي. خلينا الاول هنسيب طبعا البانكيك ده في بوله يرتاح شويه هنا، ودي علو هذه البوله. بسم الله الرحمن الرحيم. ده ينفع في الفطار، ينفع يعني الولاد، اي حد حابب حاجه تكون مسكره تبقى لطيفه الحقيقه جدا. بصوا القوام بتاعه يبقى كده، بسيبه بس يرتاح 10 دقايق قبل ما ببدا اعمله. هو بسيط في عمايله، ما فيهوش حاجه يعني. هسيبه هنا وهنبدا بقى ايه، امسح كده الالبان واجهز الزيت جنبي برضو. هسخنها بس كويس كده. وبين كل واحده والتانيه انا ضروري اعمل مسحه الزيت دي. تمام، هتبقى جنبي هنا وهاخد كده لوش او اي حاجه بس تعمل الدايره اللي انا عايزاها او حجم الدايره اللي حضراتكم عايزينها، زي فكره القطايف مثلا. نسخنها بس كويس. هنا برضو انا ممكن اقطع ايه موزاية كده سلايدز. ممكن يوم اخد خلي دول هنا وهنستخدمهم دلوقتي مع الكيوي. على حسب الحجم اللي حضراتكم عايزينه. عايزينها كبيرة شوية، تبقى واحدة كده شافية كافية. ماشي تمام. تبدأ بس تتماسك. مش عايزة أزود النار عليها قوي عشان ما تتلسعش من تحت. طبعا الخروم اللي بتبدا تظهر دي تفاعل الايه الباكينج باودر، الخميره يعني اللي احنا حطيناها. تبدا تعمل فريم كده خفيف تشد. بس انا بهدي النار عشان هي ما تتلسعش. شايفين الراحه دي بتخلي الخميره تتفاعل او البيكنج باودر يعني يبقى كويس. عشان كده حتى لما نيجي نعمل كريب بنسيبه ربع ساعة كده أو 10 دقايق برضو يتماسك. أهو اللون حلو، بس أنا إيه مش عايزة أحمرها كده. على فكرة اللون ده اللي بيدي اللون الذهبي ده بيدي طعم حلو قوي. عارفين لما نيجي نعمل الكريبة ونحمصها سنة كده فبتدي طعم حلو، تيجي تاكلوها مع شوكولاته او مع حاجه، هي نفس الفكره. ممكن ناخد العريضه دي. ايوه، وناخد ده كده في الجناب هيمسك تاني. اللسعه دي بقى بتدي طعم روعه اللي حضراتكم شايفينها دي اهي. ونضم دول كده، ترجع تاني تمسك فيها وتستوي معاها وتبقى رائعه. اهم حاجه النار ما تبقاش عاليه قوي علشان ما تتلسعش مننا وتدي درجه سوا حلو. بسم الله. طبعا احنا مش بنتغرب بالايه ان دي الشوفان بيحتاج شويه نسبه سوائل. احنا حطينا شويه ميه، الموز طره، والبيض ده كل دي عناصر بتساعد ان يبقى فيه يعني ايه ماده
مطريه من الموضوع او من الوصفه ككل، فانا بزود شويه ميه وبقيس شوف المقدار محتاج ولا لا. انا ازود تدريجي افضل ما يبقى تقل مني وما بقاش مظبوط. طبعا ده بيتاكل سخن بيبقى ممتاز. يا نهار على الجمال. تعالوا بقى نطلع كده، احنا عاملين طبق هنا في شويه لا باس بيهم هنا، ما انا اهو حاضر اهو. يا ده بصراحه الحاجات دي بتبقى جميله جدا الفطار حتى الصبح الولاد. اوه حطينا واحده اهي هي طالعه بالدخان والجمال ده. وتعالوا نمسح كده مسحه بالمنديل بننظف. ونقلب تقليبه وناخد واحده تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا بقى اللي انتوا عايزينه. يعني هي فكره لطيفه ممكن نستخدم الفاكهه فيها بشكل حلو. الموز جميل جدا ويعني متوفر في الشتاء بشكل كويس، ويعني البلدي منه حلو احلى بكتير يمكن من المستورد كطعم وككل حاجه. وادينا لقينا افكار لطيفه للموز اللي بيبقى يعني ايه استوى عندنا، نقدر ندخله في بانكيك وندخله في كريب ونقدر ندخله في كيكات، نقدر ندخله في كل حاجه احنا حابين نعملها. اهم حاجه ان الكيك ده لو هتعملوه كيك، هو البان كيك بيتاكل على طول، تقدروا تحفظوا البان كيك ده في الفريزر على فكره بين كل طبقه والتانيه زي ما حضراتكم شايفين كده. بنحط ورق الخبز اللي هو ورق الخبز الزبده. الله ينور عليك. ليه؟ علشان نحافظ عليه وما يلزقوش في بعض وتبقى مظبوطه وجميله. حلو. واحطهم في طبق واغلفهم بالكلانفل وادخلهم جوه فويل او جوه كيس تاني واسيبهم في الفريزر. اخد اسخن في المايكرويف لو انا حابه يعني ومزنوقه وما عنديش وقت كتير، واطلع احط عليه شويه فاكهه، شويه كيوي، فراولتين. الحاجات دي مع الولاد بتبقى جميله ومغذيه ونستفيد بالفاكهه مع حاجه هم بيحبوا. حطوا بقى صوص شوكولاته خام، اعملوها انتوا الشوكولاته الخام الدارك، سيحوها كده على البخار وقدموها لهم، هيتبسطوا بيها قوي. انا هعمل كده بالفعل. الشوكولاته كمان من الحاجات اللي تدي سعاده وبتبقى الخام فيها اللي نسبه الكاكاو فيها 70% بتبقى جميله جدا ومفيده كده. بصوا بسم الله شايفين، انا بحب قوي ده، انا عايزه انزلها كده سيب. يا سلام. انتوا محتاجين واحده كمان ولا ماشي؟ اوكي مالكم مبسوطين؟ عايزينها سخنه طبعا، فهمت. ايوه قولوا لي عايزين تاكلوها سخنه. ماشي بسم الله. طبعا بروح رافعه البان من على النار كده، ما سيبهاش بقى على النار في المنتصف عشان لما احط ما تتلسعش مني. شايفين؟ حاول يعني اقرب الاير ثيكنس او التخانه والسماكه ليبقوا قد بعض. مش عايزه البان تبقى متسنطره قوي يعني، بس ايه عشان ما تتلسعش مني قوي، لان كل ما البان بتسخن قوي كل ما بتديني ده. ولازم المسحه دي عشان لو في حاجه اتلسعت في الطاسه ولا حاجه ابقى اسمي نظفت الطاسه وما خليتش فيها بواقي من المحروقه دي تطلع في البان كيك بتاعتي. اللي عايز يحط بقى عسل ماشي، شوكولاته خام ماشي، كل دي حاجات متاحه لحضراتكم زي ما الولاد يحبوا. تعملوا بقى احجام اصغر احجام اكبر مفيش مشكله خالص. وعلى فكره بيبقى في الحاجات الجماعيه حلو يعني، ممكن يتقطع كمان كده وبيبقى سلايدز كده عامل زي التورته، في ناس بتعمله بشكل كبير. ماشي حبايبي. خدي شايفين ازاي اهو حلو الكلام. هسويها عادي جدا، كل ده بيمسك هنا وبيلزق عادي.
الكريب كمان لمحبيه. احنا عملنا حلقه كريب جميله. نعم، اهم حاجه الطاسه ما تكونش بتلزق، والسخونيه الطاسه مهمه جدا. شوفوا انا لو جيت حطيتها تسخن قوي هتروح لسع مني الكريب. ما تنسوش ان هو فيه نسبه سكر برضو، مش سكر كتير، سكر الفاكهه اللي البانكيك فيه نسبه سكر في الفاكهه، فخلوا بالكم جدا. يا سلام. يلا بينا. يلا بينا هنبدا بقى. ممكن بقى كده ايه لا انا هحطها لكم كده عشان ما تتخانقوش، تاخدوا وقت عقبال ما كل واحد. انا عايزاها كده عشان التصوير حضرتك، لكن في البيت طبعا هنقطعها للولاد اكيد يا نودي. يعني لا حبيبة قلبي يا نودي، تعالوا بقى. انا واخده هنا كام موزاية. حاضر يا رو، انا اقدر يا نودي. حاضر، نحط عسل كده. وناخد العسل عشان نبقى حاطين حاجه مفيده، والشوكولاته الخام. وصفة من الوصفات الجميلة جدا، شايفين ازاي. وتعالوا بقى من الشوكولات الخام، بسم الله، شوية كده للولاد اهو، خيوط خفيفة. تسلموا حبايب قلبي، صحة وهنا على قلب حضراتكم. ونوديها بقى هناك. بص، السخونية بتخلي الشوكلت تسيح وتبقى حلوة، طعم طبعا بيبقى مختلف. وادي الحلو بتاعنا، ويا رب النهاردة الوصفات تكون يعني بسيطة وخفيفة، ونقدر نعمل بيها حاجات حلوة في البيت وسريعة وموجودة، ونستغل الحاجات الصحية بشكل كبير. يعني أنا لما بيجيلي كومنت من حضراتكم على أي حاجة، الحقيقة بحاول إن أنا دايما أعملها من خلال الحلقات، عشان لما تحبوا تدوروا عليها تدخلوا على اليوتيوب وتشوفوا الوصفة تبقى سهلة. البانكيك حاجته جميلة، وطعم سبحان الله البانكيك اللي هو بالشوفان ده وبجنين القمح وباللي احنا عملناه بالموز، ليه طعم وتست والله رائع وراقي جدا، عكس اللي احنا بناكله بالديل العادي الابيض. انا طبعا بشكر حضراتكم طبعا لحسن المتابعه، اتمنى دايما نكون عند حسن ظنكم. ودلوقتي نستعد للفقره الطبيه في انتظار حضراتكم بعد الاستراحه.